طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود لكم. بعد عمري راتك ما اريد من الله ومنكم غير تطلعون ولادي ونريد ولدنا، كل شيء ما اريد منكم غير سلامتكم وهي لكم. والله يا وليدي بعد عمري شايف وجهك شايف الخير يا امي. وينان اريدهم يا ابو ولاد، وين ادورهم يا ابويا؟ والله اثنين مرغم مني يا عيني يا ابو، وين انا ضليت واخذ الدعوه مالي يا اخذ بس امه يا ابو، اريد تجيبوني يا ابو، دوروني يا ابو، رجعوني يا ابو، بس بالدنيا ايش اريد منهم؟ مسجونين ما يخالف محجوزين، شباب مثلك جهاد بغدهم يا ابوي والله. صار من التجر، وين اروح؟ وين الطوجي؟ لمن الطوجي؟ هاي الرحالية مهجومة كل شي ما فيها، جينا هنا بكم شامينا للغامرين خجل على الرزازة. اعطيكم العافية وليدي بعد عمري انك توصل صوتي، وين ما كانت وصلت طالب لي فيهم يا عيوني يا ابا ولادي يا ابا جنين قلبي يا ابا، ما لي غيرهم يا ابي يا ابا. أهلا بكم من جديد. اليوم نريد نتحدث عن أحوال المعتقلين والسجناء العراقيين في السجون، حيث وصلت رسالة إلى قناة الرافدين توضح أحوال المعتقلين المأساوية. دعونا نقرأ هذه الرسالة. الرسالة بدأت نتقدم إلى العالم العربي والدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بمآسي السجناء في العراق، وخاصة سجن التاجي في ظل هذه الحكومة التي تتعامل معهم بنفس طائفي وبتوجه إيراني، وكوننا تجمع المتضامنين مع السجناء وبمشاركة عوائل المعتقلين ننقل لكم الشيء اليسير من هذه الحالة المأساوية، ومن يريد النظر يرجى الاطلاع على وسم للوقوف تحت عنوان مآسي سجناء التاجي على حجم المعاناة والمشاكل التي يعيشها أبناء المعتقلين في السجون العراقية. أولا كما جاء في الرسالة، افتقار سجن التاجي لأدنى صفات السجون الإصلاحية، حيث يقبع أبناءنا داخل معسكر كبير فيه مختلف التشكيلات العسكرية، والتعامل مع السجناء يكون على يد هؤلاء دون حساب لأي معيار من معايير التعامل مع السجناء من حيث التفتيش وعمليات الدهم الوحشية غير المهنية والسب والشتم والضرب وإطلاق العبارات الطائفية والعبث والتخريب وخلط الأطعمة بالمصاحف التي يشتريها السجين من حسابه الخاص، إضافة إلى إهانة المقدسات وسب الصحابة والرموز الدينية وشتم بعض الدول العربية والخليجية، مع ترديدهم شعارات للثورة الإيرانية كالموت للسعودية وغيرها. ما أعرف شو العلاقة المعتقل بالسعودية. طبعا تضيف الرسالة، تتم هذه الأمور بطريقة استفزازية، وأن هذه القوات المتمثلة بالأمن الوطني والتدخل السريع وقوات الطوارئ لا تفتر عن هذه الأساليب، بل أنها زادت في الآونة الأخيرة، مع أن السجناء منضبطون ولا يبحثون إلا على سبيل الراحة النفسية دون معوقات أو عراقيل. إضافة إلى ذلك تم منعهم من ممارسة طقوسهم الدينية مثل رفع الأذان وصلاة الجماعة، والتي هي من حق السجين كما هو مقرر في دستورهم.
ثانيا كما جاء في الرسالة انعدام الخدمات الضرورية والمستلزمات الإنسانية في السجن من حيث التهوية والتكييف، مع أن الأعداد كبيرة جدا وحالات اختناق متكررة وأعداد الوفيات تتراوح بين 3 و5 من فترة لأخرى في أشهر الصيف والحر الشديد وانتشار الأمراض الخطيرة والأورام الخبيثة بين السجناء، وكل ذلك بسبب تردي الوضع الصحي والخدمي وغياب الجانب الإصلاحي إلى حد كبير وانتشار القوارض من جرذان وصراصير التي تتعرض لأطعمة السجين فتأكل منها، وكذلك تكدس أكياس النفايات داخل وخارج قاعات السجن لفترات طويلة دون إخراجها، ولعلها أحد أهم انتشار أسباب انتشار الأمراض، كما أن الطعام يتم نقله إلى قاعات السجن في حاويات للنفايات ولا توجد عربات نقل خاصة. تضيف الرسالة يتم ترك الطعام على أرضية السجن والتي هي عبارة عن طبقة من القاذورات وكذلك انقطاع الماء بين الفينة والأخرى، وما من استجابة من الدائرة لطلبات السجناء. طبعا احنا راح نستكمل الرسالة بنقاطها، هناك اتصالات ناخذ اتصالات ونستمر كذلك بقراءة الرسالة، لأن الرسالة طويلة وفيها نقاط توضح المأساة والمعاناة التي يمر بها السجين والمعتقل العراقي في السجون الحكومية وخاصة في سجن التاجي. معنا اتصال أم أحمد من بغداد، تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. احنا نبين هذه السجون العلنية مثل سجن التاجي اللي مستقلين بيهم أبنائنا الأبرياء ودا يلاقون أشد التعذيب، يعني سووا هم سووا غير نعرف سووا أكثرهم أبرياء، اللي مدان خل يأخذون حقهم والبريء خل يطلع. ليش لحد الآن هم مسجونين من قبل 5 سنين و10 سنين و2 سنين و4 ويعذبون؟ لا تكييف لا ماء لا 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 راحة، ومعذبين عذاب بشع، يعني هم مو اسلام، بري منهم الاسلام، بري منهم كل البراء، ويقولون احنا من آل البيت، آل البيت بريء منهم، معاملتهم على السجناء الله اكبر معامله بشعه، تعذيب اشد التعذيب، يعني يهود خيبر من يلزمون مسلم ما يتعذبوه مثل تعذيباتهم، تعذيبهم بالسجون لا مي لا كهرباء، وانواع التعذيب ما يخطر على البال. ليش ابنائنا الابرياء بالسجون؟ ليش يعني الدوله ما عندها سيطره على الميليشيات هاي؟ كلها ثارات وكلها طائفيات في السجون، كلها من اثر الطائفيات، كلها من اثر المخبر السري، هذا اللي عنده عداوه ويا فلان وهذا اللي عنده عداوه ويا فلان، رأسا يلزمون بيخلوهم بالسجون. ليش يعذبون؟ ما يحكمون الأم الغادي ياخذون حقهم ياخذ تداعي والابرياء يطلعون؟ ليش ابنائنا بالسجون؟ ليش ابنائهم بالخارج يطلعون ويموتون؟ نعم. وما احمد عندك احد من اقربائك في سجن التاجي؟ والله ما عندي احد، والله ما عندي احد، بس هم يعني اسمع ثبت انا يعني هم قطعة من قلبي، هم ابناء وطني، هم شبابنا، هم ابنائنا. ليش يعني ماكو حكومه حسبي الله ونعم الوكيل على ترامب اللي جاب هيك عقابات تحكم العراق؟ نعم. أنا أشكرك أم أحمد من بغداد كانت معنا. نستكمل الرسالة. النقطة الثالثة جاء فيها الاستغلال المادي الفاحش الذي تمارسه إدارة السجن بمختلف فروعها ابتداء من المدير إلى أصغر منتسب حتى عنصر الأشغال، حيث أن لمدير السجن سماسرة يجمعون له المبالغ من السجناء تحت التهديد والوعيد، كما أنه يتم بيع المستلزمات الضرورية من قبل إدارة المخازن من مساحيق وأدوات تنظيف وغيرها للسجناء، والتي هي من حقهم حسب زعم الدائرة، حيث يقوم القائمون على مخازن أقسام السجن ببيعها بمبالغ خيالية، كما أن حانوت السجن يبيع للسجناء بأسعار مضاعفة عن السوق،
وقد تم سرقة أكثر من 140 مليون دينار عراقي من أموال السجناء التي أودعها ذويهم في الزيارات، وقد سرقت تلك الأموال بطريقة غامضة بحسب ادعاء دائرة السجن. وصل الابتزاز والاستغلال المادي إلى حد أن منتسب الأشغال يطلب مبلغ من المال لإخراج أكياس النفايات، وهذا أيسر ما تم ذكره في هذه النقطة كما جاء في الرسالة. النقطة الرابعة، لم تتوقف يوما ممارسات الأمن الوطني بأساليب الارتكاب وتلفيق التهم بحق السجناء وجرهم للتحقيق وإيداعهم في أماكن الحجر الانفرادي ومن ثم إبعادهم إلى سجون الجنوب تحت ذرائع شتى، كما أن للأمن الوطني سماسرة ومأجورين وهم ما يعرفون بالمصادر الذين يتم إغراءهم بطول فترة الزيارة العائلية مقابل الوشاية بأي سجين وسحبه وتعذيبه ليترتب ما يترتب على ذلك كما ذكرنا، هذا على لسان كاتب الرسالة. وقد تم إبعاد المئات من أبنائنا إلى سجون الجنوب وهم هناك بمثابة الرهائن، عندهم يتم تهديدهم بالقتل والإعدام مع خطورة الطريق المليئة بالميليشيات الطائفية على العوائل، حيث يتم خطف العوائل وقتلهم أو المساومة عليهم بأموال طائلة، إضافة إلى معاناة العوائل تزداد مواعيد الزيارة كل 3 أشهر من دون رؤيتهم إلا من خلف ثقوب صغيرة جدا، وهذه معاناة السجين في سجن الناصرية سيء الصيت كما جاء في الرسالة. معنا اتصال علي من بغداد، تفضل علي تسمعني؟ علي وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل علي. نعم سمعك سام علي. نعم سمعك، تفضل علي. سادنا العزيز، احنا بالنسبة للتجار يعني علي 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 احنا نطلب الدولة مبالغ طائلة. ماشي علي تسمعني علي؟ علي ابو حسين تسمعني؟ الو نص التلفزيون للاخير رحمة الوالديك، تفضل للاخير. نعم الو تفضل. احنا ناس مقاولين، احنا ناس مقاولين تجار. نعم جايبينهم جايبين كلهم بالسجون على مود احنا نطلب الدوله فلوس، والدوله ما تسددنا من 2014 لحد الان بالسجون، السجون متروسه، الرفاقه متروسه، المطار متروس، شنو ذنبهم العالم؟ احنا اقتصاد البلد، احنا كل موظف كل واحد مقاول عنده 150 عامل يشتغل عنده. نعم شركات كلها قاعده متفكره ببيوتها وقاعده. صار 5 سنوات احنا لا شغل لا عمل، فلوسنا عند الدوله واحنا بالسجون اهلنا. منو بالسجون؟ يعني اكو احد من المقاولين اودعتهم الحكومه بالسجون؟ كلهم لا كلهم. شنو التهمه؟ يعني صكوك من المقاولين ثانويين والعمال. نعم موجودين بالسجون. شنو التهمه؟ على مود تفاليل صكوك. التهمه شنو؟ تروح لدائهم ومسويها جزاء صك نازل عليها صك. ها يعني عليها صك ما دفعه انسجن. اي مو المشكله هو يطلب الدوله فلوس مليارات، نعم مدى تطيب هو معنى طلع للعمال سجنوه. ها يعني المقاول ماشي حتى بس حتى تصير الصوره واضحه، يعني المقاول نعم. يطلب الدوله فلوس تمام؟ نعم ما يطلب الدوله، ما الحكومه ما تطيء، هو مطلوب للعمال وعنده التزامات. نعم فذول الناس اشتكوا عليه ودخل للسجن. نعم تمام. وهسه نطول العفو، العفو ما شملهم الا تنازل المشتكي، المشتكي يطلب 100 و500 لان صارت روحك بيته. نعم هذا يصير هيك بنا والعراق نفس بنا العراق، احنا اهم مقاولين بنا وبغداد ومحافظات العراق كلها، معقوله يندب السجن على متفاليس ويطلب مليارات؟ ما صاير هذا. يعني الحكومه ابو حسين يعني الحكومه ما تعرف تؤدي الواجب اللي عليها، بس هي هم فرصه هاي لها حتى المقاول مثلا تحطه جوا بالسجن حتى ما يطالبها بالفلوس اللي يطلبها، هاي خوش شغله هاي. يا اخي حولونا بدائع، خلي حولونا بدائع، احنا قفض المبالغ، خلي حولونا بدائع محاكم مدنيه، حولونا بدائع ويجي الموضوع. ما
احنا تاسين السجون بينا، شنو احنا فائدتهم قاعدين نعالج بالسجون، شنو فائدتهم؟ زين علي، منو من اقربائك اخوانك اللي مسجون هو مقاول؟ كل اصدقائي واخوتي وولد عمي كلهم بالسجون من وراء هالشغله. نعم. زين انحكموا ولو بعدهم؟ تطلع بعد محكومين 5 سنوات و10 سنوات و15 سنه بسبب السقوط. تقدر انت تتاكد بنفسك تروح للرفافه، جات الرفافه ما ضاروا يحطوا المنع بشعب. وشوف الظلم مقارن هناك، شوف المقاولين كلهم مليارديريه باعوا بيوتهم وقاعدين بالسجون. طلعوهم حولوهم بداخل يشوفون دربهم وعوائلهم الناس جديدين حاطين السجن. والله ما يصير شيء. نعم، شو تفسر هذا الامر؟ شو تفسره؟ يعني هو يطلب الحكومه، الحكومه ما تطيق وبنفس الوقت الحكومه تعتقله. حتى الحكومه احنا ما ندري ايش عندنا وياها احنا. احنا نشتغل خدمه خدم للحكومه، بس الحكومه ما دار بال علينا. نعم. اسهل ولد بحاجه لاعمار، بحاله لا خدمات، بحاجه من وينك مقاولين كلهم بالسجون قاعدين، طلعوا لك خلينا نعمر بلدنا. شنو المقاول انا قاعد اطلع قاعد اخوي بالسجن ما عنده يدفع للناس والدوله ما تعطي. نعم. هاي الله يسلمكم ويانا يسمع صوتنا. هذا صوتك واضح، وهاي شغله، هاي شغله جديده انت علي يعني افتهمنا من عندك. المقاولين يطلبون الحكومه من عام 2014 مليارات الدنانير، وهم بنفس الوقت عليهم صكوك. نعم، اذا عندك شيء ابو حسين الضيفه تفضل. نعم تفضل. العفو طلع 2016 ماشي من العفو، العفو ماشي منه. نعم العفو ماشي منه. العفو شو يقول؟ اطلاق صراحهم بموافقه المشتكي، المشتكي يتنازل يلا تطلع، يعني المشتكي كان بده يطلب 100 و500 يلا يتنازل. نعم يقول والله انا فلوسي عندك وخسرت ولازم تعطيني فوائد عليها بعد الفوائد، لك ارباح هذا وين يكون؟ زين اكو احد من المشتكين تنازل؟ ولا واحد يتنازل ولا واحد، يقبض فلوسات منك وتسلم الدوله من نطيب؟ نعم يا بطلعونا حتى نستلم الفلوس، الدوله راح تصرف، طلعونا حتى نعطيكم، حاولونا بدل انقسط المبلغ ما حد يقبل. شو نسوي؟ شو يقول لي شو اسوي؟ شنو رايك؟ شو نسوي؟ والله الحكومه انت مجرم. الحكومه لازم تؤدي الواجب اللي عليها، مطلوبه لازم هي توفي الناس حتى الناس تقدر توفي الناس اللي تطلبها. يا اخي ما يطلعونا، طلعونا بدائل، احنا نترجى من القوات من الحكومه من الكعبه، بس تطلعنا حتى نروح بالبدائل نخلص. نعم ايوه، تعبنا نفسيتنا تعبت العالم هذه بالسجون، عم نسوي شو نسوي؟ الله يعينكم والله يفرج علينا. مجرم، الله يفرج عنهم. مجرم كل واحد عنده 5 شهادات ومعامل ومصانع متوقفه، والله لا انتظر شوفك يتنازل عنه المشتكي يطلع. شوفك يتنازل المشتكي. نعم. ايوه خارج جهودكم الان. يعني. بلغون صوتنا للدوله للحكومه. نعم. المسؤولين حتى نشوف الله شلون يفرج علينا. نعم. ان شاء الله صوتك واضح ونركز على هذا الموضوع. وهسه هم نعيد، انا اشكرك ابو علي من بغداد، او علي من بغداد، معنا اتصال ام رسل من جرف الصخر. تفضلي ام رسل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. ام رسل من جرف الصخر. نعم تفضلي. زوجي اعتقلوا سنة 2014 شهر الخامس في جدة، وبعد ما نعرف عنه راجعنا اخواننا دورنا ماكو اي خبر عنه، حتى استغرق خبره. نعم. انتم شو وقت طلعتوا من جرف الصخر ام رسل؟ ها؟ اي سنة طلعتوا؟ سنة 2014. 2014 واعتقلوه بداخل جرف الصخر لو برا جرف الصخر؟ نعم داخل جرف الصخر، ومن الجيش اخذوه. الجيش اخذوه؟ اي. وين اخذوه؟ دخلوا علينا الجيش واخذوه وقالوا استفسار ساعتين ورجعوا بعد اخذوه. نعم. عرفتوا وين اخذوه الياسجين؟ حالوه اوراقه للقاضي؟ نعم ما عرفنا عنه. نعم ما عرفنا. ها ما تعرفون عنه اي خبر؟ ما عرفنا اي خبر عنه، وعرف
عاف أطفال هاي ولا سبع نفرات وأمه مريضة وأهلها استهدفوا تهجرنا. نعم. ما عرفنا هسه ليش يعني عادي خبر ماكو كل نعم. ما خلينا نسجل ما صورنا ما دام هذا عمي نخلي كلنا على ما نسجل. زين هسه أنتم وين نازحين؟ نخلي. نازحين بأربيل ببغداد؟ لا والله لا بأربيل ولا بغداد، احنا بكربلاء. خارج العراق. نعم. كربلاء. ها بكربلاء. نعم. ايه. الله يعينكم، الله يعينكم والله يفرج عن الناس. عندك بعد شيء تضيفي أم رسول؟ احنا نريد بس نريد نسمع أخبارهم. يا ريت إذا هم عايشين يطلعونا إياهم، بس نريد نشوفهم. بعد هاي أمه يعني حتى قام يقعد عليها الضغط وعندها قلب وهاي كل ساعة على لحظة تعدي الساعة 4 تقعد وتكتب كل ساعة بس تريد تشوفها. نعم. الله يفرج عن كل الأبرياء يا رب. رجعتهم. نعم. أريد رجعتهم. نعم. أنا أشكرك، أشكرك أم رسل من جرف الصخر تنقل معاناتها، عندهم معتقل ما يعرفون وين مسجون مقتول، إن شاء الله موجود هو. طبعا هناك آلاف السجناء موجودين بجرف الصخر، سجن يتبع لميليشيات وبالأخص حزب الله، وهذا تحدثوا به طبعا سياسيين أياد علاوي وغير أياد علاوي، بس يقول لك الحكومة ما بيدها شيء، ما تقدر حتى توصل إلى منطقة جرف الصخر لأن تحول عبارة عن سجن كبير بآلاف السجناء، وما حد يعرف ذول السجناء أساميهم أحوالهم أوضاعهم، هذا تحت ميليشيات الحشد الشعبي وبالأخص حزب الله. أبو عمر من الموصل، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ؟ شلونك؟ حياك الله يا أهلا بك أبو عمر. إحنا وصلتنا رسالة من يعني نقلا عن السجناء في داخل سجن التاجي، وده نقرأ بها نقطة نقطة، وصلنا خلصنا النقطة الرابعة، يعني أوضاع مأساوية. مأساوية مو مأساوية يعني تمام. نعم. يرحم أبوك يعني قبل 10 أيام. نعم. طلعت هم برنامج على مود السجناء استضفته. نعم. يا ماذا اسمه زيادة التنجري. نعم. هذا الصورة قديمة لو جديدة هاي ما السجناء يرحم والديك. يا يوم بالضبط تقريبا 10 أيام. ايه شفت احد يعني عرف من عندك الموصل بالفيديو؟ ايه والله عرفنا كثير من ربعنا والله. تمام. قل لي بالنشرة لو ببرنامج حتى نشوف. لا برنامج سنجري. تتذكر اسم البرنامج؟ هذا وعسجناء هم مع السجناء. ها تمام. بس اريد يرحم والديك ان الصورة ان التسجيل قديم لو جديد. ماشي نشوف الكيان ان شاء الله نشوفه ونتصل عليك نشوف الحلقات السابقة. قناة الرافدين بس من رفضتك. تفضل. من رفضتك. تفضل. تفضل. قناة الرافدين قناة العائلة العراقية يرحم والديك. ترى الله بدارك ما تابعت قناة الرافدين. نعم. وإحنا بالموصل ترى التحرير صار علينا هجان بيت. نعم. الله بدارك كل بيت بالموصل عنده سجين. أخذها مخذها من عندي. نعم. شابو حسامي مخبر دعوة كيدية يعني صار الله بدالك بالموصل كل بيت فيه سجين. عاد احنا نريد منكم هذا البرنامج سووا فضل على اهل الموصل كلهم. لا هذا اقل الواجب، هذا واجبنا. زين ابو عمر اريد اسالك شيء حتى. نعم اريد اسالك المقطع لما شفته ذول المعتقلين كان اخوك ولا اقربائك ولا اصدقائك تعرفون انتم وين؟ ماشي خمسة. تمام. تعرفون وين مسجونين لو ما تعرفون عنهم اي معلومات؟ مانع من يوم بس استاذ بروك استاذ تفضل. من استاذ من يوم 24/4/2017 لحد هذا اليوم ما نعرف نسحى وعقب العقرب 14/4/2017 24/4/4. نعم.
24/4/2017. اي نعم. بالظلم بالعقرب. منو اخذهم؟ العقرب، جهاز مكافحة الإرهاب بالعقرب. ها. بداية الموصل. بالحمام. نعم. وإلى حد هذا اليوم ما نعرف عنهم كل شيء. نعم. ميتين، طيبين، ما نعرف عنهم كل شيء. نعم. الأمر إلى الله والوحدة القضاء. ونعم بالله. حسبي الله ونعم الوكيل على كل من ظلم أهل الموصل. ونعم بالله. راح نشوف لك عيني، راح نشوف لك ال 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 الحلقة ونشوف لك الصور اللي موجودة، المقطع الفيديو اللي بالصور، ها، ونحاول تمام ونحاول نعرف هم بياسر. بس ان نعرف وان التسجيل قديم لو جديد. نعم. ماشي. ممنون منك وجزاك الله خير. لا لا العفو العفو، انا ممنون وتدلل. الله يرحم والديك. الله يسلمك. اريدها من عنده. حاضرين. احنا ممنون جزاك الله. راح نخزن رقمك حتى نتصل عليك ان شاء الله. اشكرك يا حمادك والديك منك. والديك عيني، الله يحفظكم ويفرج عن كل الابرياء. حياك الله ابو عمر من الموصل كان معنا. ناخذ فاصل اعزائي المشاهدين، وبعد الفاصل نواصل حلقتنا لهذا اليوم. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. أهلا بكم من جديد. نستكمل الرسالة، وصلنا إلى النقطة الخامسة. النقطة الخامسة تقول إن لدائرة السجن سجن التاجي أبواقا تثير الشائعات بين السجناء بقرب انتهاء معاناتهم، وأنه سيتم إخراجهم عن قريب، وأن أحوالهم ستتبدل نحو الأفضل إلى آخر هذه الشائعات، وذلك بهدف امتصاص غضب السجناء وتخديرهم. كما تقوم الدائرة بين فترة وأخرى بإدخال لجان مزيفة، والتي هي من الدائرة نفسها، وسماع الشكاوى وتقديم الوعود بأنه سيتم التعامل مع هذه الشكاوى والتي يتم رميها بالنفايات وكل ذلك، وهي تظن أن السجناء في غفلة عن هذا. ومما يذكر ويسجل في حسن معاملة السجناء وأنهم لم يقوموا بأي تصرف غير مسؤول، كما أن السجناء لم يروا من منظمة حقوق الإنسان والصليب الأحمر سوى المساحيق والملابس الداخلية كل 6 أشهر، ولم يتم أخذ الشكاوى منهم والتعامل معهم بجدية. معنا اتصال أم عماد من الموصل. تفضل يا أم عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أم عماد. أخي أشكرك وأشكر قناتكم المفضلة. حياك الله يا هلا بيك. الله يعافيك أخويا. الله يسلمك. أخويا أشون ماكم معتقلين، يعني أشون، يعني إحنا وين نروح نسأل عليهم؟ أصلا إحنا ما عندنا حكومة. نعم. ما حكومة، ما طالب بولادنا، يعني ليش الشكل؟ ولا نحن من أهل الموصل منكوبين. نعم. ما نعرف وين مصيرهم، والله ما نعرف وين ولادنا وين صاروا. شو وقت يعني أخذوهم؟ من محافظة؟ نعم. محافظة يلتقط؟ نعم. شو وقت أخذوهم؟ والله من 2016 ما نعرف مصير وين. 2016 منو أخذ تعرفين؟ جيش، شرطة؟ والله بالرمادي يلتقط، بالرمادي يلتقط، وما أعرف منو أخذه، والله ما حد يقول. نعم.
يعني غير الحكومه تطالب بولاد العالم تترضى على الموصل ولاده مفقوده وينه؟ والله شوف المعاملات على صليب الاحمر نروح ونسال وهاي وما اكو ما نعرف يقولون والله ما اكو يعني غير الحكومه تطالب ناس يقولون نزلت صورهم على الانترنت اخي نعم مع السجناء ابني واقف يعني ما اعرف وينه ابني ما اعرف وينه نزلت صورته على الانترنت يقولون سوريا غير الحكومه الطالب بسوريا على ولادنا وينهم غير يرجعوننا شو ودى سوريا يعني شنو يعني وين وصل السوري شلون هو يقولون يعني حررهم من داعش اخذوهم داعش وحررت بقوات العراقيه ما اعرف والله منو ها نعم. غير الطالب بيهم الحكومه لا حول ولا قوة إلا بالله ما صحيح يا أخي؟ إيه نعم هذا طبعا أقل واجب الحكومة أنه تكشف مصير المعتقلين يعني خليه يدور عليهم بالسجون نعم. والله متروسة السجون بس هم ما يقبلون يقولون وعماد الأمر مو بيد الحكومة مو كل شيء بيد الحكومة يعني الحكومة ما بيدها شيء سجن جرف الصخر ما تقدر تروح الزور نحن نسأل عليهم نعم إحنا ما نعرف وينهم زين انت من رحت للحاسبه مال الجيش الشرطه قالوا لك مو يمنا والله رحنا ايه؟ على مطار المثنى وهذول انفسهم ضعيفه يريدون من النفلوس وكله كذب حشاك هاي كم مره لعبوا باعصابنا والله هاي 6 سنين والله في شهرين نقعد ما اكو نروح نسال ونعمل وما اكو يطلع كله كذب وانفسهم ضعيفه تريد منا 30 ورقه واربع دفاتر وما عندنا نحن تعبانين والله لا حول ولا قوة إلا بالله يعني فوق ما قبلنا يروح العالم تلعب بأعصابنا والله يعني لا هذه حتى مريضة تعبانة صحتي تعبانة ما يصير الشكل والله ما يصير الله يعينك الله يعينك أم عماد نسأل الله الفرج وكل الأمر يا أخويا والله ما يصير الشكل يعني فرد مرة ناس تعبانة تعالوا شوفوا رأية الموصل يعني كل شيء ماكو لا خدمات لا شغل الشغل ما اكو يعني هم ما حكومة يعني ما يصير الشكل كل حد ما يعمل شغل مجلس محافظة عمل فايلات على ابني المفقود وما ماكو اي حل ما اكو بس اعلام يطلعون اعلام وكل شيء ما اكو نعم أنا أشكر شم عماد ونسأل الله أن يفرج عن جميع الأبرياء معنا من الموصل كذلك أم سيف تفضل يا أم سيف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بيش أخوي إحنا عندنا معتقل اسمه تحرير الديار خدوه نعم ولحد الآن ما نعرف كل شيء عنه خدت مني أنا حرمة راح تتواجه ونقول أخوك بل اسمه بدوي هسه احنا دورنا الاخوه تمام موجود اصلا ببغداد نهائيا نعم وين اعتقلوه بيا سنه اعتقلوه حتى بعد عمره مو بالغ عمره 17 سنه ومن بس 17 سنه لا عمره تمام وين اعتقلوه تحري من قياره اعتقلوه بالقياره اي والله احنا هم بالمخيم وطاين حظنا والله العظيم يجون عن اسوان يعني يشيلونهم ما يخلون كل احد. نساء امثله السجون والله العظيم يشيلون من يعني من المخيم حياه نساء ما يخلون. زين تعرفون بي وين مسجون هسه؟ كان ببغداد بل اسمه بدول وهسه يعني يقول ما موجود اصلا ببغداد نهائيا. نعم هسه وين؟ ما بس هو انا واخويا جو علينا الزيت اخذوه لحد الان حتى الساعه ما عرفت كل شيء منو اخذ الجيش شرطه؟ اخذوا الحشد اول ما طب البيار الحشد نعم اخذوا الحشد اي والله هاي يا سنه بالضبط ام سيف يا الله نساء قاعد يعتقلون يا سنه اخذوه نعم بيا سنه اخذوه ومن حرارة وقيارة نعم زين القاضي حكمه قيارة خدم القاضي حكمه ما حكمه لا ما أصلا هو كان يعني اسمه حداث ما حكمه ايه؟ وخلاله يبلغ عمره بس سجن
لا ما نعرف عاد عينه. هسه ما تعرفون بيا سجن هو؟ والله ما نعرف بيه بأي سجن ما نعرف. رسالة شي دز مرسال ويا أحد ماكو؟ ما حد زادنا أي رسالة ماكو بس ثانية وما كل يعني كم يوم يجون يعني على الخيام ما يخلون أحد، لا يخلون شباب لا يخلون نساء، يعني يجون يشيلون ويمشون. نعم. لا عشائر تقول لهم ليش يشيلون، لا حكومة تقول لهم يعني كان يجون والله نساء. زين كان مسجون بسجن بغداد أحد شافه منكم؟ ماكو لا سجن بغداد قالوا في الدول لحد الآن ماكو أي سجن. نعم. اي والله نسال الله ان يفرج عن كل الابرياء. هسه ادري العليه جنايه اللي عليه تهمه يحاكم حسب القانون، واللي ما عنده شيء غير يطلع. هسه ادري خامه انه كل واحد يفوت للسجن يعامل بنفس المعامله والتعذيب والاهانه وين القضاء بالموضوع؟ بالفعل ماكو قضاء. القضاء على 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 المسكين، على الفقير. اثبتوا وجودكم انتم كقضاء، كدوله، كوزاره عدل، اذا انتم صادقين اثبتوا وجودكم. خلوا لجنه حقوق الانسان البرلمانيه ممنوعه من دخول السجون، فكيف بالمنظمات الدوليه؟ من اتصال الاسم ما سمعت الاسم. ام يوسف من الرمادي، تفضل ام يوسف. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. والله أنا من الرمادي، زوجي مخطوف على الرزازة. نعم. كان لهاي 5 سنين أخذوه حزب الله اللي على الرزازة حاطينهم الحكومة. ما خطوه. نعم. يعني أريد نشوف مصيرهم وين. بالحياة ميتين بس أريد نشوفهم وين راحن بيهم. مو عند الحكومة. مو ورطانا قالوا اطلع مسلم فلوسكم للحكومه، واحنا على هاي السيطره القسر اللي ما خلت بشر ما عندنا نفسه، هم ازعج من الدواعش. نعم. وهسه خلانا داخلين لا النوالي وبرقصتي 4 اطفال ولا راتب وحتى حقوقهم مستمسكاته وياه، حقوقهم كلها ضاعت. لان احنا وين نروح؟ حسبي الله عليهم وعلى حكومتهم القدس. نعم. لا أنا ولا جهالي أي حقوق ما عندنا، لا قي المقامية ولا حكومة تندلنا وين صايري. نعم. نريد نشوف النقد الناس في قيرة في شرف من الحكومة، تشوفوا وادمنا وين. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أم يوسف حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، وعن حق حزب الله على الرزازة واختطفوا وادمنا إن شاء الله بيهم مثل ما صار فيه. نعم. أنا أشكرك أم يوسف من الرمادي كانت معنا. معنا أبو أحمد من أربيل، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم أخ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي أنا كنت معتقل بالفيصلية الموصل. نعم. حدث ولا حرج. ما لي رأي يعني أحكي عن الإعلام، إذا تقدر تتصل بي أعطيك معلومات كافية. أشكرك. تقدر تدز لنا إياها برسالة أبو أحمد؟ برسالة على الواتساب. تسمعني؟ أسمعك. أكو رقم على الواتساب. تمام؟ نعم. اكتب لنا رسالة مفصلة ولا تذكر اسمك. ظهر على الشاشة الآن هذا الرقم. تقدر تسجل يمك إذا عندك ورقة وقلم. 0-4-4-7-4-4-1-9-1 0-7-6-2 أعيد لك إياها مرة ثانية 0-4-4-7-4-4-1-9-1-0-7-6-2 عني أبو أحمد اكتب لنا رسالة ودز لنا إياها على الواتساب. نعم. رسالة على الواتساب يقول: السجناء في العراق وضعهم مزري جدا، والشباب بعمر الورود لا يعرف مصيرهم، دفنوا وهم أحياء، وخصوصا أهالي الصقلاوية، وذهبوا أدراج الرياح بالمئات، وهذا مصير
العراقي، الأمة تربي والسجون تحرق. رسالة أخرى يقول فيها مبروك من الإمارات، يقول الأحكام بالعفو عن سجناء يلقي بظلاله على واقع السجون تعذيب وانتزاع اعترافات وكثير أمور وأزمات سببها الحكومات وميليشياتها تماطل في قضايا السجناء والسجون، لذلك يجب وجود قوانين تردع كل من يتعامل واقع السجون والسجناء الأبرياء الثورة على هذه الأحزاب. النقطة السادسة في الرسالة اللي وصلتنا عبر السجناء جاء فيها ترد الجانب الغذائي للسجين إلى حد كبير من حيث الجودة والكمية والنوعية، وقد غصت مخازن السجن بالبضائع الإيرانية منتهية الصلاحية، وقد تم قطع مادة الملح عن السجناء، وكثير منهم يعانون من هبوط في ضغط الدم وقلة التعرض لأشعة الشمس وعدم السماح للعلاج بالدخول للسجناء، كل ذلك بطريقة منهجية مدعومة من أحزاب وجهات مرتبطة بدول إقليمية ومجاورة، ولا ضير أن نقول إيران. كل ما ذكرناه آنفا هو مما يشارك به السجناء مع عوائلهم، فإنه كما هو معلوم بأن الحكومة تمنع دخول الرجال إلى زيارة ذويهم وتقتصر الزيارات على النساء فقط، ولعل أحد أسباب خشيتها من خروج الشكاوى ونقل المعاناة إلى العالم الخارجي عربيا ودوليا والتعاطف مع السجناء وخاصة ما يمر به العراق من ظروف صعبة وحرجة. انتهت الرسالة. احنا اليوم اكو تصريح للنائبة عالية نصيف تعترف بهذا اللقاء التلفزيوني بأن هناك تعذيب شديد في السجون الحكومية، وطبعا الأمر وصل يمكن ابن أختها وابن أخوها تم اعتقاله وتم تعذيبه، فالآن اعترفت النائبة وقالت إنه أنا قبل يعني حتى كذبت أهالي الأنبار ونينوى لما كانوا يقولون يابا ترى ولدنا يتعذبون، ولدنا يلاقون معاملة سيئة في السجون. نشوف تصريح النائبة عالية نصيف ونرجع لكم. شايف من عهد صدام إلى يومنا هذا، وهذا يتحمل مسؤوليته السيد رئيس مجلس الوزراء، وأقول أمامه أكو أكثر أشخاص تم إلقاء قبض عليهم في وزارة الداخلية، تم تعذيبهم بهذه الطريقة القذرة، يتم الدوس بالقندرة على قضاياهم التناسلية كرجل. بحياتي ما سامعتها، بحياتي ما سامعت طريقة تعذيب، حتى خاف يجي يفحص، ودوا ثلاث مستشفيات فحص ما يروح لهذا المكان، يستحي يطلع هذا المكان. ولولا زوجته تبلغني بهذا الموضوع كان انا من الناس ما اعرف. عمرك سامع بوقت صدام يعذب بهذه الطريقه؟ لا عليه اهل الموصل والانبار مو كانوا يتحدثون عن هذه عمليات التعذيب؟ نعم. وانت كنت عضو في لجنه الامن والدفاع. نعم انا اعترفت وسويت مؤتمر صحفي وقلت من خلال هذا ما كنت تصدق بينك وعمليات التعذيب الا وصلت السالفه يمس، مو لين وصلت السالفه الا شفت، لان انت اليوم ما تقدر تحكي اذا ما تشوف. فالتعذيب اللي شفته بعدين، انت اليوم تعذب بس تجي الى القضايا التناسليه للرجل وتدوس بها بقندرتك اعترف على عاليه، ما صايره هذه، ما صايره، وهذا احمل بها مسؤوليه رئيس مجلس الوزراء وانا حملتها. هاي نائبه بالبرلمان كانت من جماعه المالكي، كانت تكذب اهالي الانبار واهالي نينوى بانه لا وجود للتعذيب، اليوم تعترف وتقر وتقول انا شنو غلطانه، وذكرت بعض الاساليب اللي يتم فيها تعذيب المعتقل في العراق بالدوس بالأحذية على الأجهزة التناسلية. هذا فيض من غيث. معنا اتصال صباح من بغداد، فضل صباح. صباح تسمعني؟ ألو ألو، تفضل. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. بالنسبة للسجون، وإحنا نعرف قضية ملف المعتقلين والمغيبين، اللي يعتبر المغيبين المعتقل بالله لا يتأملوه باكر عقبة، يعني مثلا سد رحمة رب العالمين ولا رحمة السياسيين والعدالة، ماكو عدالة بالمجتمع العراقي نهائيا، لا قانون ولا اكو عدالة ولا اكو ناس نزيهين يديرون ملفات هاي التحقيق ويسرعون بإجراءات التحقيق بالنسبة للمعتقلين. لكن المغيبين، احنا ملف المغيبين اللي هو الناس اهلهم جاي يعانون الأمرين، ما يعرفون مصير اولادهم نهائيا، يعني بكل دول العالم ما شايفين احنا معتقلين، يعني مئات الآلاف، مئات الآلاف من طائفة معينة هم السنة، والكل تهمهم موجودة أربع رهاب. يعني كل سني، احنا خلينا نحكيها مثل ما هي مفروضة بالشارع العراقي، كل سني متهم بأربع رهاب، أي واحد يعتقلوه أو اشتباه أو غيره،
ياخذون على طاوله هذا القانون اللي صار على رقابنا والدستور اللي مرروه واللي خلوه ناس طائفيين ناس حاقدين على 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 العراقيين الشرفاء. نعم. من جهه مساءله وعداله ومن جهه اشتتات ومن جهه اربعه ارهاب. السجون مليانه بالمعتقلين، تحقيق مالتهم اكو ناس صار لهم 12 سنه و10 سنه. نعم. ما تم حسم قضاياهم، يعني اي وزير عدل يجي او رئيس القضاء الاعلى يعني ما بس بقضايا الناس اللي صار لهم 11 سنه ملفاتهم ما جاي تحسم. مأساة انا اعتذر منك صباح لضيق الوقت، احنا بس نريد نعرض الصور الان واحنا نتحدث. شاب من اهالي النجف ماهر راضي عبد الحسين، مصادر محليه في محافظه النجف قالت بان الشاب ماهر راضي عبد الحسين من منطقه البو نعمان لقي مصرعه بعد التعذيب في سجن مكافحة منطقة الغري بعد أن ألقي القبض عليه بتهمة التعاون مع سارقين. طبعا رئيس اللجنة القانونية في مجلس النجف أكد، وهو حسين العيساوي، أكد بأن الضحية المتهم ماهر راضي بريء أصلا من التهمة، وأكد أن استهتار بعض ضباط التحقيق كان السبب في وفاته. يعني هذا المسكين الشاب، وبتأكيد رئيس اللجنة القانونية يؤكد بأنه بريء، وفي محافظة النجف ما بها إرهاب، وإن شاء الله تبقى بعيدة عن كل هذه المآسي وما بها أي نوع من مواضيع داعش وغير داعش. هذا شاب فقط لأنه اتهم بالسرقة وطلع بريء، نشوف الصور كيف تم تعذيبه وتم قتله. نعم، احنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول رسالة وصلت من سجن التاجي إلى قناة الرافدين. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.